يا صباح الفل والسعادة على كل مشاهدي قناة النهار. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم هيلثي لايف. هنتكلم كالعادة على صحتنا، ازاي يكون شكلنا احسن، ازاي يكون قوامنا قوام مثالي. الجسم طبعا جسم مثالي، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش فيه زيادة في الوزن، ما فيش فيه ترهل، ما فيش فيه وجع في العظام، ما فيش كمان فيه ضعف في الجهاز المناعي بصفة عامة. اي حد بيتفرج عليا دلوقتي عايز يخس بشكل صحي، عايز يخس ويفقد الوزن بتاعه الزيادة من غير أي مشاكل في شعره، من غير تساقط في الشعر، من غير فراغات في فروة الراس، من غير كمان تقصف أو هيشان في الشعر، أو كمان أنه عايز يخس بشكل صحي من غير ما يظهر له تجاعيد في بشرته، من غير ما يعجز 20 سنة علشان خس. ودي الحقيقة حالات بشوفها كتير قوي، أن ناس بتخس ولكن شكلها بيكبر في السن. معانا وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم إزاي نقدر نخس، إزاي نقدر ننزل الوزن الزيادة من غير ما نعجز، ومن غير كمان ما يحصل مشاكل في شعرنا او مشاكل في جهازنا المناعي، نبقى عرضة للامراض. عايزين نقوي مناعتنا، عايزين كمان نخس بشكل صحي ونقوي كمان صحة شعرنا وبشرتنا. كل ده هيتم في فقرتي، ومعايا النهاردة في الفقرة دكتور خبيرة التغذية العلاجية آية اسبيتان. ازيكي آية؟ زي حضرتك، صباح الخير. منورانا، ده نورك. كلمينا بقى الاول يا آية، عايزين نعرف الكورس الخطير اللي محقق اكيد طفره كبيره جدا في عالم التخسيس وعالم الصحه والجمال بصفه عامه. كلمينا اكتر على الكورس، ودايما بقول انه لو كورس فيه كذا منتج ده بيبقى افضل كتير من لما يبقى منتج واحد، لانه الحقيقه لما بيبقى منتج واحد يا آية بيشتغل على حد ممكن يا جماعه يخس جدا وممكن ما يخسش. لكن لما بيبقى كورس متكامل في كذا منتج اكيد بنفضل ورا الجسم ده لحد ما بنقلله ونوصله للوزن المثالي. فكلمينا اكتر على الكورس محقق نجاح غير عادي في عالم الصحة والجمال والتخسيس. هو الكورس النهارده انا بسميه الماجيك، لان هو فعلا قدر يحقق معايا نتائج كويسه جدا. الناس قدرت تنزل من 8 ل 12 كيلو في الشهر. ممتاز. طبعا احنا بنفصل الكورس على حسب الكيس نفسها. أيوة. دلوقتي انا البيشن لما بيكلمنا لازم نعرف طوله، وزنه، سنه، الحاله الصحيه، الحاله الاجتماعيه، المجهود اليومي بتاعه، هل هو عنده امراض مزمنه ولا لا، وبنبتدي نفصل له هل هو هيحتاج ايه. في ناس عندي بتحتاج منتج، ناس بتحتاج منتجين، ناس بتحتاج ثلاثه. حسب برده احنا محتاجين نخس كام كيلو، محتاجين الشيب بتاعنا يوصل لحد فين. هل احنا في مرحله التخسيس ولا هل في مرحله ان احنا بنثبت، لان عندنا ناس نزلت اوزان كبيره جدا والحمد لله ان احنا بنثبت عشان الارتداد الدهني او الليليو فات ما يرجعش معايا مره ثانيه. ممتاز. انا عندي الكورس بيتكون من دروبس اللي هي نقط الحرق. تمام. نقط الحرق دي فعاله جدا، تقدر تاخد في اليوم على كوبايه نص كوبايه ميه، فهي بتحسسني بالشبع طول الوقت. ما بتتحكمش على الخليه الدماغيه، بالعكس هي بتحسن المود. أيوة. عندي الجرين كوفي. الجرين كوفي طبعا غنيه جدا بمضادات الاكسده. بالظبط. الجرين كوفي يا جماعه اللي هي القهوه الخضراء. القهوه الخضراء من اكتر الحاجات الساحره في التخسيس. انا شخصيا لما بزيد 3 4 كيلو على طول القهوه الخضراء من اكتر الحاجات اللي بتخسس معايا. زي ما حضرتك قلتي، هي مهمه جدا للشعر، ان هي بتظبط الشعر، بتدي مرونه للجلد، بتدي عالية جدا في مضادات الأكسدة بتاعتها، فبتخلي عندي نسبة الحرق أو الأيض في الجسم بتزيد. بتدي طاقة. يعني مثلا الناس تقول لك أنا باخد دواء تخسيس أو باخد منتج عشبي أو باخد مكمل غذائي بحس إن أنا عايزة أنام. لا بالعكس، الجرين كوفي أو القهوة الخضراء عندي بتديني طاقة. فلو حد يقول لك مثلا حاسس بوخم عشان بخس، لا بالعكس هي بتديله طاقة كويسة جدا. في نقطة برضو عايزة أعقب عليها يا إيه، إنه في ناس بتتفرج علينا دلوقتي فاكرين القهوة الخضراء بنتكلم عليها اللي هي من عند العطار. فأنا لازم أوضح النقطة دي يا جماعة، القهوة الخضراء اللي إحنا بنتكلم عليها أنا آية خبيرة التغذية العلاجية مش مقصود بيها أبدا القهوة الخضراء بتتجاب من السوبر ماركت أو من العطار. القهوة الخضراء اللي عندنا في الكورس بتاعنا بتاع التخسيس اللي بيقدر ينزلكم من 8 ل 12 كيلو في الشهر، هي قهوة خضراء مادة طبيعية 100% متعبية في كبسولات أو في أكياس، على حسب طبعا بتبقى درجة تخسيس معينة عشان خاطر توصل للحق، ومضاف إليها بعض الأديتيفز أو بعض الإضافات كمان، يعني بتبقى معالجة طبية غير خالص اللي موجودة عند العطار أو في السوبر ماركت. دي فعاليتها 100%، فعاليتها قوية جدا، أقوى بكتير من أي مادة تانية موجودة عند العطار أو السوبر ماركت. طبعا ناس كتير بتجيلنا الأسئلة دي، اشمعنى أخد المنتج ده، أنا ممكن أجيبه من عند العطار بكذا. بالظبط. ما هو بكذا دوت درجات التحميص بتفرق معايا في درجات الاستفادة، والحاجة بتبقى معالجة طبية، معالجة وعليها إضافات بقى، احنا ضفنا عليها مالتي فايتامين، ضفنا عليها مضادات أكسدة أعلى. صحيح. وكده. المنتج الثالث عندي الأفريكان مانجو أو المانجا الإفريقية. دي طبعا كويسة جدا 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 في الحرق، ان هي بتتخلص من الدهون العنيده. ودي اكتر المشاكل. أيوة. تلاقي حد جسمه حلو جدا بس هو عنده ديفو مثلا في البطن، في الحزام بتاع البطن، في الدراعات، في الارداف مثلا بالنسبه للستات اللي عندهم تكيسات في المبايض او كده. أيوة. فانا عندي الافريكان مانجو دي هي كويسه جدا في الدهون الموضعيه.
ممتاز. يعني اي حد يا ايه دلوقتي بيتفرج علينا يا جماعه عنده كرش بالبلدي بتاعنا كده، عنده ارداف او جناب، عنده دراعات، عنده تنيات ظهر، عنده لخده حتى، يقدر يستخدم الافريكان مانجو، هيقضي تماما على السمنه الموجعه. هي زي ما بيقولوا تعددت الاسباب والكرش واحد. أيوه. هي الفكره كلها ان انا هشتغل على الدهون. أيوه. انا عندي الكورس بيخلي لي نقلل امتصاص الدهون اللي في الوجبات. فلو هو مثلا سي بياكل اكل تقيل، حتى طبعا احنا هنديله ارشادات او هنديله تعليمات ان هو يمشي عليها. احنا مش هنخلي فيه نظام غذائي كلمه نظام غذائي او دايت فيحس ان هو محروم. لا بالعكس، الدنيا تبقى بالانس، بس احنا بنحافظ له على اللايف ستايل بتاعه. ممتاز. مع الكورس بتاعه. طب عايز اسالك بقى، في ناس دلوقتي بيتفرجوا علينا عايزين يطلبوا الكورس، بيقولوا احنا ازاي يوصل لنا الكورس ويجي لنا لحد البيت؟ طرق التواصل معاكم ازاي؟ طرق التواصل ارقامنا اللي هتطلع على الشاشه دلوقتي، ممكن نتكلم على التليفون، على الواتساب، على الفيسبوك الصفحه بتاعتنا، وقريب جدا يبقى في انستجرام للتواصل ان شاء الله باذن الله. طب عايز اسالك بقى، بالنسبه لي انت كلمتينا على الجرين كافي او القهوه الخضراء، كمان اتكلمنا على الافريكان مانجو، واتكلمنا على نقط الحرق. في عندكم منتجات ثانيه؟ عندنا مستخلص من عشب شاي المورينجا. أيوة. المورينجا حلوه جدا لان هي فيها كالسيوم، فيها فوسفور، فيها حديد، فيها بروتين، فهي كمكمل غذائي مع الكورس. هي كده كده بتخسس وبتساعد معايا ان جسمي يحرق الدهون جدا، ومعدل الحرق عندي بيترفع. بس كمان هي حلوه قوي. الناس تقول لك انا بخس، بس زي ما حضرتك قلتي انا وشي بهت، انا تعبت، انا جالي انيميا، انا وخمت. حالات كتير جدا ان هو عايز يعمل دايت قاسي بحيث انه يوصل لوزن. لا، احنا اهم شرط عندنا في الكورس انك تنزل بصحه او تخس بصحه، تخس تبقى كويس، صحتك كويسه، بتقدر تنتج، بتقدر تشتغل. لو عندي مثلا حد حامل او مرضع كده، ممكن تاخد حاجات من الكورس بنحددها لها بحيث ان تبقى كويسه معاها. يعني عندي المورينجا هي اصلا لو في حد بيرضع من المرضعات، هو كده كده مدر للحليب عندي. ممتاز. يعني فانا بقدر احدد مدر للبن وفي نفس الوقت يبقى يخس. بالظبط. وفي نفس الوقت ما بينزلش للبيبي. فدي حاجه، عشان كده قلت لحضرتك احنا بنفصل الكورس على حسب الحاله نفسها. عشان كده في معانا فريق طبي بيبتدي يتواصل مع الحاله، وانا كمان موجوده معاه، ونبتدي نعرف بياناتها، يومها مناسب ليها، ونبتدي نعمل لها نظام حسب سعراتها الحراريه عشان خاطر يبقى اكثر كفاءه مع الكورس بتاعها. تمام كده. احنا اتكلمنا على الجرين كافي، على المورينجا، على النقط اللي هي اللي بتحرق. في كمان منتجات ثانيه عندكم، الجارسينيا مثلا اعتقد. الجارسينيا كان عندنا مستخلص الجارسينيا موجود، ودوت اهم حاجه في التخسيس، لان هو اكتر حاجه فيها الياف، فبتبتدي تعمل لي فوليوم في المعده، فبتحسسني بالشبع. يعني دلوقتي اي حد يا ايه عنده شهيه عاليه او بياكل كتير وعايز يخس او الحرق بتاعه قليل، هيقدر يلاقي عندكم الحل؟ طبعا. يعني احنا اصلا بنستغرب ان ناس ممكن توافق ان هي تروح تفتح بطنها او تشيل حته من جسمها عشان خاطر تخس، مع ذلك هي بتقعد فتره طويله جدا ما تخس. احنا عندنا الكورس بينزل في الشهر من 8 ل 12 كيلو. ممتاز. فده ممتاز طبعا. فلو احنا مثلا مشينا على الكورس شهرين او ثلاثه، وبعدين احنا عندنا المنتجات كلها يعني جو ناتشر او جو هيربل، فدون سايد افكت. يعني منتجات كلها طبيعيه، كلها طبيعيه جدا، ملهاش اي صحه، ملهاش اي اثار جانبيه. يعني حتى الناس لو هي مش عايزه يعني تخس، ممكن تاخدها كلايف ستايل. يعني لو اتكلمت مثلا على الجرين كوفي او القهوه الخضراء كمضادات اكسده، فهي بتعلي لي جهازي المناعي جدا، فانا ممكن اخدها اصلا كويس قوي. بالنسبه للدروب لو مثلا او نقط الحر، الناس اللي مش عايزه تخس، مش عايزه تتخن، اللي هي وزنها جسم والدنيا تمام، بس بياكل اللي هو نفسه فيه، فبيبتدي يعمل شويه احتياطات. الاحتياطات دي احنا ممكن ناخدها في الدروب ده بقى، ممكن ما ندلوش الكورس كله، ممكن نديله مثلا منتج او منتجين. ده اللي هو عايز يثبت الوزن، يثبت الوزن او يحافظ على وزنه. يعني انا مثلا من الناس اللي باخد الجرين كوفي او القهوه الخضراء كل يوم كسناكس بين الوجبات. هي جرين كوفي تحفه رائعه، انا بين الوجبات تجربه شخصيه معايا انا رائعه بجد، احساس بالشبع، بتحسن المود، الكافيين اللي فيها اقل، وبتعملش وبحس ان هي بتنعم الشعر وبتقل الشعر، ولو عندي تساقط بتحس، والبشره مضاد اكسده رائع، لو في حتى غمقان او حاجه بتفتح برده، فرائعه بصراحه. والناس اللي عندها امراض مناعيه فطبعا مضاد الاكسده بتبقى كويسه جدا معاها. وبعدين المنتج عندنا او المنتجات عندنا امنه الاطفال من فوق 12 سنه. ممتاز، عشان هي كلها طبيعيه 100% فمالهاش اي اثار. لان انا عندي لو طفل في المدرسه ما بقدرش اقول له اعمل دايت، وكلمه دايت او نظام غذائي بينه وبين صحابه يحس ان هو متكتف. لا، ده انا بقدر اخليه ياخد كل اللي هو عايزه، بس بديه شويه حاجات بسيطه في اليوم. يعني مثلا اشرب المانجا دي، اشرب المانجا الخضراء، القهوه الخضراء، او المانجا الافريقيه دي او كده،
هو مش هيحس ان هو بياخد دواء لان هو مش دواء، هو مكمل غذائي. ممتاز ممتاز. طب بصي بقى انا هحرجك على الهواء. في حاجه يا جماعه عايز اقول لكم عليها. هي ايه؟ قالت لي مفيش خصومات ومفيش عروض وما تحرجنيش، فانا على الهواء بقى هحرجك وعايزاكي تعملي مشاهدين برنامج هيلثي لايف اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، اللي عايزين يخسوا، اللي عايزين يقووا مناعتهم، اللي عايزين كمان يعالجوا مشاكل شعرهم وبشرتهم، تعملي لنا خصم بقى وحرجك هو على الهواء. عشان خاطرك هنعمل خصم الاول 100 مشترك ان شاء الله من الحلقه اتصالات النهارده. هيبقى ليهم هدايا مع الكورس، هيبقى ليهم مالتي فيتامين اوميجا 3 دي 3، ممكن يبقى ليه باكج ثانيه شامبو ميسيون سيرم مع الباكج. ممتاز رائع يا ايه. وطبعا يا جماعه لاول 100 متصل عندنا زي ما ايه قالت لنا هدايا مع الكورس. طب عايز اسالك بقى ايه سؤال مهم جدا وبينتشر قوي في منتجات تخسيس، او اي حد بيشتغل او بياخد منتج تخسيس عشان يخس بنلاقي انه ممكن يكون متخوف شويه، وفي بعض الحالات طبعا احنا بنشوفها انه خس ولكن بعد فتره بيرجع الوزن اللي هو خسه، فهل ده موجود عندكم؟ طب احنا نسال ليه هو الوزن بيرجع؟ الوزن بيرجع او ليه فات دي؟ لان الناس دلوقتي بقت بتعتمد، انا مثلا وزني 100 كيلو انا عايزه اصحى الصبح يبقى 70. مش مهم هي نزلت دهون ولا عضلات ولا ميه، نزلت شيب المقاسات بتتغير ولا لا. وده بتقابلنا الحالات دي، تقول لك انا نزلت الشهر دوت 30 كيلو، طب ازاي؟ انت تموتي كده. يبقى دي نزلت عضلات ودهون ده الارتداد الدهني او اليو فات بتاعها بيبقى سريع جدا. عشان كده في الكورس احنا ما بنهتمش بالنزول السريع، احنا بنهتم انه زي ما قلت لحضرتك نزول بصحه. بمعنى ان انا بهتم بالشيب اكتر ما بالرقم. لان انا بهتم ان انا تارجت ان انا انزل فاتس بس او دهون بس. فانا لو نزلت دهون بس فرق طبعا بين الكتله والحجم، فبتدي يبان معايا في الشكل اكتر، فالدفوهات بتبتدي تقل عندي جدا. فلو انا بنزل دهون بس اللي يشوفني اكني نازل 5 كيلو مثلا دهون، اللي يشوفني اكني نازل 10 كيلو. وبعدين ما بيبقاش في ترهل، انا بحس برضه لا مفيش ترهل، لان احنا بنحفز الكتله العضليه او بنحفز المسل البطيء في حد ذاته. بالظبط النزول البطيء في حد ذاته ما بيعملش ترهل، وهو مش بطيء قوي، هو بصراحه من 8 ل 12 كيلو ده هايل. يعني لو واحد خس يا جماعه 8 كيلو ده بالتزام التعليمات. ان احنا نشرب ميه كويس، فلو نشرب ميه كويس الحرق عندي بيترفع، ببتدي اليورين عندي بينزل اكتر، وبتدي ينزل معاه الخليه الدهنيه او الانفجار الدهني اللي بيحصل في الخليه بسبب ان الحرق في الجسم بيشتغل. فما حدش مثلا ياخد الكورس يقول لك انا ما بشربش ميه. معانا احمد بقى عايز يكلمك يا ايه. يا احمد صباح الخير. صباح الخير، اخبارك ايه؟ عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله. انت كويس؟ زي الفل. بتكلمنا من فين بقى؟ الو، بتكلمنا من فين يا احمد؟ انا من اسكندريه. اسكندريه، تمام، اهلا بيك، اتفضل. اهلا بحضرتك. كان عندي سؤال، انا كنت من فتره كده عملت حادثه. ايوه. فيعني الحمد لله اثرش، يعني ما اثرش غير على رجلي. علي بس صوتك شويه يا احمد عشان ايه مش سامعاك. كده كده كويس؟ ايوه سامعه كده. اتفضل. فعملت حادثه من فتره. ايوه. فاثرت على رجلي. تمام. فما بقتش اعمل مجهود بقى بقتش اعمل مجهود او حركه خالص. فوزني زاد جدا. يعني انا كنت بلعب رياضه باستمرار وكان في حركه باستمرار وحرق من الرياضه باستمرار، لكن الفتره بقى بعد الحادثه فما بقاش في حركه خالص، طول الوقت قاعده ومفيش مشي مفيش جري مفيش حركه. الف سلامه عليك يا احمد. قول لنا انت وزنك كام دلوقتي؟ انا 110. 110 دلوقتي. هي المشكله في بطني بقى. يعني وطولك؟ طيب طولك كام يا احمد تقريبا؟ قولي 175. 175. الوزن ده زاد اعتقد بعد الكورتيزون اللي كنت باخده. ما هو الكورتيزون فعلا بيحوش ميه وبيوزن معاك. تمام. فبس هي المنطقه كلها اللي مضايقاني دلوقتي جدا وبشعه هي بطني. تمام. انت عمرك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 32 سنه. 32. طيب هي ايه هترد عليك يا احمد؟ تابعنا. بص، هو بيشتغل دلوقتي ولا قاعد بس لسه في الاجازه؟ احمد انت لسه معانا؟ الو. ايوه ايه هتسالك. حضرتك بتشتغل دلوقتي؟ يعني في مجهود يومي بتعمله ولا لسه اجازه بعد العمليه؟ لا لا خلاص ابتديت انزل الشغل. كويس قوي. زي ما احنا لسه قايلين تعددت الاسباب والكرش واحد. ايوه. فزي ما قلنا الكرش ده ممكن يبقى وراثي، ممكن يبقى نتيجه اصابه او نتيجه عادة البيت او قله حركه. زي احمد. فلازم نبتدي نغير عاداتنا اليوميه. نغير كميات الاكل بتاعتنا، نغير نوعيات الاكل بتاعتنا. طب انا لو ما عنديش اراده او الموضوع تراكم عليا بشكل كبير، بدل ما كنت بنزل 5 6 كيلو بقى اللي عندي زياده 30 40 كيلو. صح. فالموضوع بقى صعب بالنسبه لي. فدوت برشح له الكورس ان هو يبتدي يحفز معايا، يعني الدروب اللي عندي او النقط الحرق اللي عندي. حتى مع قله الحركه او كده هتبتدي تحفز له الحرق في كل الدروب، ناخدها مرتين في اليوم. عن نص كوبايه ميه النقط، فدي بتساعد لي في الحرق معاه. الجرين كوفي هو بيقول لي ان هو بيشتغل، فدي ممكن ناخدها
مثلا كسناكس مرتين في اليوم، مره بعد الفطار بساعه او بساعتين، ومره بعد الغداء بساعه او ساعتين. تتعامل معايا اكنها زي سناك او وجبه خفيفه، تتعامل معايا ان هي تدي له احساس بالشبع. تاني حاجه هتحسن له موده، تدي له طاقه ان هو يقدر يشتغل اكتر. أيوه. تمام. عندي في الكورس عندي الافريكان مانجو او المورينجا، دول هي فيهم فسفور وكالسيوم وبروتين، فلو احنا عندنا اي مشاكل لسه في العظمه او عندي لسه مشاكل بعد الاصابه، فدي تساعده ان هو يعمل ريكفر او يرجع لحالته الطبيعيه احسن. ممتاز. وتقوي المناعة طبعا. وطبعا هتقوي المناعة. وبدل هو بدل كان بياخد الكورتيزون، فالكورتيزون عشان خاطر الالتهابات، فالمورينجا هتبقى كويسة معاك جدا في الالتهابات. يعني انت ايه بتنصحيه؟ بالجرين كافي او القهوة الخضراء يا احمد مع نقط الحرق مع المورينجا. تمام ممتاز. طيب عايز اسالك بقى على حاجة. في ناس مثلا بيتفرجوا علينا، احنا دلوقتي وصلنا للوزن المثالي، عايزين خلاص نوقف الكورس، فهل في منتجات بترشحيها مع ككورس تثبيت ان هي تفضل ثابتة على الوزن ده وما ترجعش تتخن من الكورس؟ لو احنا هنرشح منتجات للتثبيت او لللايف ستايل زي ما احنا قايلين ان هو يبقى نظام يومي، ان انا ما اخس، ان انا ما اتخنش او احافظ على جسمي، فممكن نرشح النقط الحرق، لان هي بتعمل على تقليل امتصاص الدهون اللي في الوجبات اللي انا هاخدها، اللي بتاخد قبل الاكل، بتديني احساس بالشبع، بتقلل امتصاص الدهون اللي في الوجبات، فدي ممكن يبقى عندي نقط الحرق، وممكن تبقى القهوه الخضراء. والكورس كويسين جدا في التثبيت. الكورس طبعا كل منتجاته مرخصه من وزاره الصحه أكيد. المصريه. طيب بالنسبه للاطفال بقى، مشكله السمنه عند الاطفال منتشره جدا يا ايه، بشوف الحقيقه اطفال كتير في المدارس، وفي اطفال ما بيقدروش يعملوا النشاطات اليوميه بسبب السمنه، فهل المشكله دي ممكن نحلها مع الكورس يا ايه؟ المشكلة دي أول حاجة لازم نحلها مع الكورس، ونحلها مع الأم. الأم وهي بتيجي تدي تعليمات أو بتيجي تدي أوردر للطفل، لازم ميبقاش كل حاجة ما تاكلش عشان ما تتخنش، ما تعمل، مش لازم أقفله إن هو في مشكلة عنده. لا، إحنا عايزين نلبس أحسن، عايزين نروح التمرين، عايزين نبقى زي أصحابنا، عايزين. فابتدي أرشح له المنتجات اللي هي لما يتاخدها الطفل ما يحسش إن هي تقيلة عليه. ان انا عندي دروب دي على كوبايه ميه، هو مش هيحس ان هي اصلا بياخد حاجه. فلو اديته كوبايه ميه هيشربها، هو مش حاسس بحاجه. فانا عندي النقط كويسه جدا، ما بتلعبش على الخليه الدماغيه، ما بتغيرش في الطعم. ما بتلعبش على الخليه الدماغيه، ما بتحسسش اي مشاكل، ما بتجيبش اكتئاب، ما بتجيبش اي مشاكل، وامنه جدا وفعاله جدا في ان هي بتعلي الحرق. وبالنسبه للجرين كوفي، جرين كوفي لما ياخدها برده هتقلل الشهيه ناحيه مثلا اكل. لو عندي طفل اكتر حاجه تلاقيه رايح الحلويات، فهي تقلل الكيرف بتاع الحلويات بتاعه. وفي الحاجه الثانيه ان انا مع الكورس النظام التيم او الفريق الطبي معانا بيبتدي يعمل لها نظام يومي يمشي عليه الطفل. يعني مثلا هي بتقول له هو رايح المدرسه، خلاص هو يوم المدرسه اللانش بوكس بتاعه مثلا بيبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث ان احنا نبقى متابعين معاه. وبعدين في متابعات اسبوعيه مع الكورس. قبل ما اكلمك بقى المتابعات عشان دي نقطه مهمه جدا، خلينا ناخد مريم معانا. يا مريم صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتكلمينا من فين يا مريم؟ من القاهره. من القاهره، اهلا بيكي. اتفضلي. هو المشكله عند بابايا، يعني هو عنده 62 سنه. ايوه. ووزنه 130. تمام. وبالنسبه لطوله 177. اوكي تمام. عنده اي امراض مزمنه يا مريم؟ عنده سكر وعنده ضغط. وبياخد علاجات ليهم؟ ما هو المشكله ان هو جاله انزلاق غضروفي، والمفروض كان يعمل عمليه، بس الدكتور طالب منه يخس على الاقل 30 كيلو. تمام. طب معاكي ايه هترشح لك يا مريم الكورس المناسب؟ عندك اي سؤال ليها ايه؟ هو لا. عمل دايت بس النزول كان بسيط، ففي طريقه ثانيه نقدر نخلي يخس بيها؟ تمام. لو احنا بنتكلم ان والدها الف سلام عليه ان هو مريض سكر، فانا عندي المورينجا كويسه جدا في ان هي بتظبط السكر في الدم. فالناس اللي عندها سكر او حتى عندها ضغط، المورينجا تبقى كويسه جدا، بتقلل ارتفاع الضغط، بتوسع الشرايين عندي، فبتعملش اي مشاكل. بالنسبه للوزن، فانا امن حاجه واحسن حاجه بساعد له ان هو يمشي على المورينجا وعلى القهوه الخضراء وعلى نقط الحرق. والقهوه الخضراء كمان يا ايه بتظبط مستوى السكر في الدم جدا. دي معروفه. يعني القهوه الخضراء بننصح بيها احنا كدكاتره لاي حد مريض سكر وعايز يخس، بنديله على طول القهوه الخضراء، لانها ليها قدره هائله، عشان حمض الكلوروجينيك اللي مع القهوه الخضراء بيقدر يظبط نسبه السكر في الدم. فاي حد مريض سكر وعايز يخس، رقم واحد بنديها له هي القهوه الخضراء. بالظبط. تمام. معانا مروه. ازيك يا مروه؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ صباح الفل.
انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك. وانا والله مبسوطه بيكي اكتر ومبسوطين كلنا بيكي يا مروه. اتفضلي. ربنا يخليكي. بصي، وانا كنت تابعت مع حضرتك من سنتين قبل ما اتجوز. أيوة. وانا خسيت 20 كيلو معاكي ما شاء الله. بس انا اتجوزت، بعد ما اتجوزت انا خلفت على طول. أيوة. دلوقتي انا معايا بيبي عنده سنه، بس انا وزني زاد 25 كيلو، من 75 بقيت 100 كيلو، عايز اخس ومش عارف. يعني 25 كيلو زياده دول كانوا نتيجه للولاده، للخلفه. طب انت عندك اي امراض مزمنه يا مروه؟ ضغط او سكر او امراض عظم، او بتاخدي اي علاجات؟ الخط قطع، الخط قطع. ارجعي اتصلي بينا تاني يا مروه. بصي، هو مبدئيا طبعا هي بتقول يا ايه ان هي يعني زادت 25 كيلو، فاعتقد من الحاجات الامنه اللي ممكن تاخدها. الولاده بتاعتها كانت اخر 7 سنين. 75 كانت، 75 وزادت 25 كيلو على بعد الولاده. فاعتقد ان اهم الحاجات اللي ممكن نديها لها بعد الولاده القهوه الخضراء طبعا. طبعا. والافريكان مانجو، عشان خاطر هتساعد لو في اي ترهلات في الجسم او اي حاجه. هي هتحفز لي كمان العضلات في الجسم، فهتخلي الجلد مشدود اكتر. فلو في اي ترهل في منطقه البطن هيبقى كويس جدا معاها. حلو. ولو هي بتقول ان هي كانت والده او عندها ولاده، مش عارفه بقى لها قد ايه، سنه تقريبا. سنه. فلو هي لسه بترضع يبقى معانا المورينجا، لو ما فيش رضاعه ممكن تبقى نقط الحرق والقهوه الخضراء والافريكان مانجو. يعني هي تاخد تبدل بس نقط الحرق بالمورينجا لو هي لسه والده. لكن لو الولاده عدى عليها فتره تاخد نقط الحرق. تاخد نقط الحرق على طول. ممتاز ممتاز. طيب، عايزه بقى اسالك على حاجه دلوقتي. في ناس مثلا يقول لك ان انا نزلت في الوزن مع الكورس، وانت اديتيني كورس التثبيت، هفضل ماشي قد ايه على كورس التثبيت ده عشان يثبت لي وزني وما ارجعش تاني؟ بنبقى ماشيين من شهر لثلاث شهور على التثبيت. خلال الثلاث شهور دول مع المتابعات الاسبوعيه والفيدباك بتاعته على نظام يوم ونظام لبسه، والمقاسات اتغيرت قد ايه والشيب اتغير قد ايه، بيبتدي الموضوع يقلب معانا لايف ستايل. اللي هو خلاص بقى نظام حياته، ان هو ياكل صحي، نظام حياته، الكميات بقت احسن، احنا ما عندناش اي حاجه ممنوعه. كله واشربه ولا تصرفه. هي الفكره كلها ان احنا ناكل كل اللي نفسنا فيه بكميات اقل. في وقتها الصح. يعني ابقى عارف مثلا الوجبه دي تقيله، هتتاكل الساعه كام، تتاكل امتى، الصبح بقى المجهود اليومي بعدها ايه. طبعا احنا معانا متابعات اسبوعيه على الواتساب بتاع الكورس. ومع صفحه الفيسبوك بيبتدي يتابعنا كل اسبوع، بيبعت لنا القياس بتاعه خس قد ايه، لان احنا ما شاء الله عندنا ناس عندنا نتائج كويسه قوي خلال شهرين وثلاث شهور ما شاء الله. مروه رجعت لنا تاني يا ايه، عشان لو عايز تساليها. بقى مروه، مروه يا مروه. ايوه. اخبارك ايه؟ معلش الخط قطع. معلش مكالمات يا مروه. معلش. ايه بقى معاكي؟ عايزه تسالك على شويه حاجات برضو عشان ترشح لك الكورس المناسب ليكي. تمام. ازيك يا مروه، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي، احنا في رضاعه او حاجه؟ تمام. لو احنا في رضاعه يبقى انا برشح لك كورس المورينجا، لان المورينجا هتخلي كميه اللبن عندك اكتر، وفي نفس الوقت ما بتنزلش للبيبي مع الرضاعه، وبتخلي حالتك احسن. طبعا مع الرضاعه الطبيعيه وكميه السعرات الحراريه اللي انت بتفقديها فيها، مع المورينجا هتحسن لك الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان المورينجا فيها كالسيوم، فيها كالسيوم وفيها بوتاسيوم وفيها فوسفور وفيها كل العناصر اللي انت محتاجاها لو جسمك بيفقدها وقت الرضاعه او وقت الحمل. عندي تاني الحاجه التانية اللي هو الافريكان مانجو عندي. لو في اي مشاكل في الترهل او الجلد او الديفو بتاع منطقه البطن نفسه اتغير، او الحزام بتاع البطن شكله ومقاسه اتغير بعد الولاده، ان كانت سيزيريان او ان كانت طبيعي، فدوت بيحسن لها جدا ان هي تنزل منطقه البطن، ان هو بيشتغل على الدهون العنيده او على الدهون الموضعيه. ممتاز ممتاز. انا بس حابه افكركم يا جماعه، وافكر الساده المشاهدين يا ايه، ان طبعا كل المنتجات اتكلم عليها في البرنامج ده هي منتجات مرخصه من وزاره الصحه المصريه. ودايما يا جماعه بناكد على كلمه ترخيص، دايما باكد جدا احط تحت كلمه مرخصه مليون خط، لانه طبعا ترخيص وزاره الصحه المصريه ده دليل على منتهى الامان، منتهى الفعليه، ان المنتج ده هيجيب معايا نتيجه في اسرع وقت باقل مجهود وكمان باقل تكلفه معانا اكيد، لان العروض والهدايا الجميله اللي عاملاها لنا ايه. حابه كمان افكركم انه اي حد عايز يخس، عايز يخس بقى كسمنه كليه، كجسم كل يعني جسمه كله، او في مناطق معينه زي الكرش، زي البطن، زي الارداف، زي الجناب، زي اللغد، زي تنيات الظهر، اي حد بيتفرج عليا، راجل، ست، طفل من سن 12 سنه، او حتى الناس اللي عندها امراض مزمنه، تقدر تتواصل مع الفريق الطبي الخاص بالكورس بتاعنا من خلال ارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هيرد عليكم طبعا
دكاتره متخصصين ويرشحوا لكم الكورس المناسب لكل حاله. عايز ارجع لك بقى ايه واقول لك على الناس اللي عندها ضغط او سكر او مقاومه انسولين او خمول الغده، هل هو امن الكورس معاها؟ اه جدا. الناس اللي عندها مقاومه انسولين بيبقى عندها مشاكل زي ما اتفقنا في حزام البطن او منطقه الخصر بشكل عام. أيوة. فانا عندي زي ما قلنا الافريكان مانجو ممتازه جدا جدا في الدهون العنيده او في الدهون الموضعيه. ممتاز. الناس اللي عندها مشاكل في السكر او عندها مشاكل في الضغط ان كان عالي او حاجه، فعندي المورينجا. المورينجا بتوسع الشرايين كويس قوي وبتقلل في ارتفاع في الضغط، بتحسن مستوى السكر في الدم، فالناس اللي عندها امراض مزمنه فهي امنه جدا. حتى الكافيين اللي موجود في القهوه الخضراء معالج، مش أيوة. بيعلي الضغط برده زي القهوه العاديه. فبيبقى امن جدا في الاستخدام عندهم. وبعدين احنا لما حد بيكلمنا عشان ياخد الكورس بنبتدي ناخد منه في الابلكيشن بتاعه او ناخد بياناته، فنبتدي نحسن له مواعيد الاستخدام او طريقه الاستخدام بتاعته. اه تمام. طيب معانا سعاد عايزه اتكلمك. يا سعاد ازيك؟ صباح الخير. يا صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. اتفضلي. كان عندي استفسار. وانا وزني 90 كيلو للاسف، وعملت محاولات كتير ومفيش اي نتيجه. وطولك قد ايه يا سعاد؟ 168. تمام، يعني بنتكلم في حوالي 22 كيلو زياده. تمام. طيب قولي لي يا سعاد، يعني ال 22 كيلو زياده دول هل نتيجه الاكل كتير، انت بتاكلي في كل الاوقات فعشان كده حصل زياده الوزن، ولا حرق جسمك قليل، ولا لا. من وراثه مثلا؟ لا لا، حرق جسمي قليل، يعني انا بحس هو البطن تقريبا غالبا هي وراثه، ولكن باقي جسمي يعني انا مش باكل على قد الوزن. ما بتاكليش كتير على اساس انه ما يحصلكيش الزياده دي كلها. انت سنك قد ايه يا سعاد؟ 26. طيب وكلمينا، انت بتكلمينا من فين؟ محافظه ايه؟ مدام ولا انسه؟ من بنها. هي بتسالك انت متجوزه؟ لا لا. تمام اتفضلي بقى. تمام. انا دلوقتي المشكله عند سعاد ان هي في زياده من 20 ل 22 كيلو تقريبا بالزبط. المشكله في منطقه البطن، نبتدي نراجع معاها طبعا هل العادات الغذائيه هي فيها المشكله زي ما حضرتك قلتي، هل هي مشكله وراثه، هل هي مشكله لخبطه هرمونات او مقاومه انسولين. هي بتقول ان هي مشكله وراثه وان حرقها قليل، لكن هي ما بتاكلش كتير. ما هي فكره ان انا ما باكلش كتير، هي دي تبقى مشكله، ان انا واقف الحرق، انا لازم اكل كتير او بكميات قليله. عدد فترات اكتر، يعني مثلا لو اتفقنا على نظام اللقيمات ان انا باكل كل ساعتين او ثلاث ساعات حاجات بسيطه، فده بيعلي عندي الحرق، وبنشرب ميه كتير، فده اللي بيقدر يوفره لي الكورس. ان انا لما باخد مثلا نقط الحرق، نقط الحرق بتخليني اشرب ميه كتير، لما باخد القهوه الخضراء بتخليني اشرب ميه كتير. ان انا اشرب ميه كتير من انا عندي الحرق. بالنسبه لسعاد، لو انا هرشح لها الدروب او نقط الحرق مع المورينجا كويسه جدا. ايوه. والافريكان مانجو هتبقى خطيره معاها في الديفو بتاع البطن او مقاسات البطن. بعدين احنا لما بتيجي ناخد الكورس بنبعت لها صوره للمقاسات، خدي لي مقاس البطن الاسبوع ده كام، مقاس الدراع كام، نبتدي نشوف البيفور افتر بتاعها كل اسبوع عامل ايه. ما شاء الله بتلاقي ان كل اسبوع من 3 ل 5 سنتي في كل منطقه. ما شاء الله، يعني هما لو جم قاسوا بالمزوره يا ايه على مثلا الدراع او البطن او الوسط هيلاقوا نفسهم خاسين في الاسبوع من 3 ل 5 سم. وده اللي احنا بنقوله. انت لما تيجي تاخد الكورس تجيب هدوم جديده، لان انت كل اسبوعين انت شكلك بيتغير، المقاسات بتتغير. فانا بتارجت، لان احنا اتفقنا من الاول ان انا الهدف بتاعي ان انا بشتغل على الشيب. فلما بشتغل على الشيب وبنزل دهون اكتر، يبتدي الشكل يتغير عندي اكتر، وده بيساعدني في الارتداد الدهني، ان انا ما برجعش بسهوله. تمام. طب عايز اسالك بقى على حاجه، متابعه الدكاتره بتوعكم مع الحالات اللي هتاخد الكورس، كلميني بقى اكتر عن المتابعه. انت عارفه طبعا، يعني انا دايما يعني بقول انه الكورس مهم مع المتابعه اهم. لانه المتابعه دي بتبقى تشجيع للحاله ان انت هتشجعك تنزلي وزن اكتر، فكلميني اكتر عن المتابعه عندكم. ايه المتابعه عندنا؟ احنا اهم حاجه ان لما البيشن بيكلمنا او المتصل بيكلمنا وبياخد الكورس بنبتدي نفعله له، بنوصله اول حاجه لحد عنده. تاني حاجه بيبقى في متابعات اسبوعيه مع الفريق الطبي من خلال الواتساب او رسائل الصفحه. أيوة. تمام. بنطلب منه ان هو يبعت لنا مقاس اسبوعي لمقاساته، نبعت له صوره، يبتدي ياخد المقاسات بالمزوره مكانها، ويبعت لنا صوره من الميزان، هو قاس مثلا النهارده 99، الاسبوع الجاي بقى 97 او بقى 95. حسب كل حاله، لان طبعا عندي الكبار السن ليهم معدل حرق مختلف، الشباب معدل حرق مختلف، السيدات معدل حرق مختلف، فنبقى عارفين الرينج بتاعه
مع البيانات بتاعته. فابتدي مثلا يا دكتور انا النهارده لخبطت، انا النهارده كان عندي عزومه ما الدنيا باظت عندي، كان عندي مشاكل صحيه، ده انا جالي دور كذا تعبت وما خدتش الدواء او ما خدتش الكورس معاه. تمام. فابتدي بقى نحسن له طريقه الاستخدام، لان هو الكورس المتابعه اهم حاجه، وعندنا المتابعات مجانيه. ممتاز. مع الكورس. دي الهديه بقى. مجانيه مع الكورس. ماشي، بقى المتابعه مجانيه مع الكورس، وكمان يضمن استخدامه وفعاليته. الحاجات الحلوه الهدايه اللي مع لاول 100 متصل. طب عايز اسالك على حاجه، حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده سمنه او زياده في الوزن، هيتصل على الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه، هيكلمهم دكاتره الفريق الطبي بتاعكم. طيب حاله كلمتكم وقالت لكم انا عندي شهيه عاليه، انا باكل كتير، على طول باكل في جميع الاوقات ومش عارفه افرمل نفسي عن الاكل، ترشح لها ايه من الكورس؟ رشح لها القهوه الخضراء والافريكان مانجو، حلوين جدا جدا في الكير بتاع الشهيه. خصوصا لو حد عنده شهيه للكربوهيدرات او الكارب او السكريات، فهي كويسه جدا معاه. طبعا ممكن ازود معاهم نقط الحرق، النقط الحرق هتتاخد معايا قبل كل وجبه بنص ساعه، فتبتدي تهيئ لي الدنيا، تحسس اللي بتخلي تنفرز انزيم في الجسم بيحسسني بالشبع. فلو انا مثلا اكلت في العادي، المفروض ان هرمون الشبع بيفرز عندي بعد 20 دقيقه، ف 20 دقيقه ده وخلصت على السفره. ايوه طبعا. لا، فلو انا خدت الدروب او نقط الحرق دي قبل الوجبه بربع ساعه او نص ساعه زي ما احنا قايلين، مع اول 5 دقائق من الاكل خلاص اوريدي بحس بالشبع. فلما الدنيا عندي بحس بالشبع خلاص، عيني بس اللي شايفه، ابتدي انقنق كده. طب حلو قوي. طب عايز اسالك بقى دلوقتي، انا حد برضو اتصل على الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه، وكلمهم دكتور من دكاتره الفريق الطبي الخاص بالكورس، وكان عنده مشكله في الحرق، ان هو عارف ان حرقه ضعيف، يعني انا شهيتي ما باكلش كتير، انا باكل متوسط، باكل معقول، بس بيحصل زياده في الوزن نتيجه لان حرق الجسم عندي ضعيف، مش عايز اعمل رياضه، مش عايز ابذل مجهود، ومش عايز اقلل في اكلي، ان انا اساسا ما باكلش، تنصحي له ايه بقى من الكورس يعلي معاه الحرق بطريقه طبيعيه؟ امان الجرين كوفي والدروب، النقط حلوين جدا جدا. بعدين احنا لو هنرشح له ان هو يقلل وجباته ويكتر عددها، يعني يقلل كمياته ويكتر عددها، هيبتدي يحس بالشبع في اسرع وقت، والحاجه الثانيه الحرق عنده هيعلى جدا. بشكرك يا ايه ستان، نورتينا خبيره التغذيه العلاجيه، ودايما في تقدم ودايما ناجحين كل الله. يوم عن الايام اللي فاتت، وان شاء الله مستنيك بقى في فقره سعيده. كنت معاكي جدا. ميرسي يا حبيبتي. شكرا. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، لسه حلقتنا ما خلصتش، لسه فقراتنا ما خلصتش، كلها بتهتم بحياتكم، كلها بتهتم بصحتكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتي دي هكلم كل حد عنده مشاكل في العظم، عنده الام مفاصل، عنده مشكله في الرقبه، مشكله في العمود الفقري. الناس يا جماعه اللي بتقعد على مكتب لفترات طويله، الفقرات القطنيه والعجزيه اللي هو اخر الظهر او اخر العمود الفقري، بيبقى الم رهيب، الم شديد جدا. كمان الناس اللي عندها خشونه ركبه، الناس اللي عندها الام في المفاصل بصفه عامه، الام في العظم بصفه عامه، جايبه لكم النهارده المنتج السحري، المنتج الرائع اللي محقق نجاح مع كل الناس اللي استخدمته، وبقاله فترة كبيرة في الماركت وفترة كبيرة في السوق، محقق نجاح غير عادي، وهو كريم كينج بار لآلام المفاصل وللقضاء تماما على التهاب المفاصل. عايز اكلمكم اكتر على كريم كينج بار، ان الكريم ده يا جماعة منتج رائع جدا لأي حد عنده زي ما قلت لكم آلام العظام. ودايما بقول انه آلام العظام او المفاصل بصفة عامة مش بس يا جماعة عند الناس اللي عندها زيادة وزن. الناس اللي عندها زيادة وزن او بتعاني من السمنة اكيد بيبقى عندها الم في العظم نتيجة لان العظم مش مستحمل الوزن الزيادة، فبيحصل الام المفاصل، بيحصل الالتهاب، بيحصل خشونة الركبة. لكن كمان في ناس صغيرين وفي ناس وزنهم كمان قليل او وزنهم يعني معتدل او مثالي، بس عندهم كمان مشاكل في العظم، منهم الناس الرياضيين، الناس اللي بيعملوا رياضة حتى في الجيم أو في فرق مثلا كرة قدم، باسكت بول أو كرة سلة، برضو بيتعرضوا لمشاكل العظم وآلام المفاصل، وكمان التواءات، سواء كان التواء في كعب القدم، التواء في الركبة، التواء في العنق، الحاجات دي كلها حلها الأساسي والسحري هو كريم كينج بار. كريم كينج بار هو منتج رائع جدا، مرخص طبعا من وزارة الصحة المصرية. أي حد عايز يتخلص تماما من التهاب المفاصل وآلام المفاصل
المفاصل والعظام بشكل عام هيتصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، هيرد عليكم الفريق الطبي الخاص بكينج بار، هو ده اللي هيرشح لكم طبعا الكورس ويرشح لكم الكريم ويوصله لكم لحد باب البيت. الترخيص طبعا مرخص من المنتج طبعا، زي ما قلت لكم ووعدتكم دايما بقدم هنا منتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه، فالترخيص كان موجود من قدامكم على الشاشه من شويه، ترخيص وزاره الصحه المصريه لكريم كينج بار. عايز اكلمكم الاول على مكونات الكريم وازاي بيقدر يعالج التهاب المفاصل والام المفاصل والعظام بصفه عامه، سواء الناس دي عندها سمنه او عندها زياده وزن، او الناس برضو اللي جسمهم كويس وبيتعرضوا لالام العظام نتيجه زي ما قلت لكم للقعاد فتره طويله على المكتب، العمال، الناس الرياضيين اللي عندهم الام في المفاصل او التواءات في القدم او التواء في العنق مثلا، او الناس حتى عارفه بالبلدي كده انا نفسي ساعات لما بنام مثلا انام بشكل خاطئ فرقبتي توجعني، اصحى افضل 3 4 ايام رقبتي وجعاني جدا مش قادره احركها بسبب حركه غلط اتعملت، سواء كان حركه في رياضات او في جيم او في كره قدم مثلا، شوطه غلط جات لحتى للاطفال، كل ده هنعالجه مع كينج بار. حقيقه ان كينج بار غني جدا جدا بمكونات كتيره كلها بتساعد على علاج الالتهاب وتيبس المفاصل وكمان علاج جميع الالام ومسكن قوي جدا للمفاصل. كينج بار عندنا في ايه؟ في عندنا الايوكاليبتس اويل، عندنا الثايم اويل، الكلاب اويل هو بالبلدي كده هكلمكم زيت كمان الكلاب او القرنفل، كمان فيتامين اي من اكتر الحاجات والمكونات القويه جدا الموجوده في الكريم، بتساعد بتدي نضاره وحيويه للمكان اللي انا هدهن فيه الكريم، ده غير انه مسكن قوي برضو للعظام، بالاضافه طبعا الكاموميل من اكتر الحاجات ومستخلص الكاموميل الطبيعي اللي موجود كمان في كريم كينج بار بيقدر يعالج الالتهاب ويعالج الام المفاصل. كمان خلوا بالكم ان الكريم زي ما قلت لكم بينفع لكل الفئات، رجاله ستات وحتى اطفال من قبل سن 12 سنه ما فيهوش اي مشكله، لانه كل منتجات طبيعيه، مواد طبيعيه 100%، زيوت طبيعيه هتقدر تعالج لي المشاكل من التهاب العظم، من الام المفاصل، من وجع في العمود الفقري. خلوا بالكم يا جماعه العمود الفقري بتاعنا بيبقى من اول الرقبه لحد ايه اخر الظهر، ده كل العمود الفقري بيتكون من كذا فقره، الفقرات العنقيه اللي هي في الاول، يليها الفقرات الصدريه، يليها الفقرات القطنيه، وفي الاخر الفقرات العجزية. فأي وجع عندكم في الفقرات دي بصفة عامة، سواء فقرات عنقية، فقرات صدرية، فقرات عجزية، وفقرات قطنية، كلها بتقدر نعالجها بكريم كينج بار. أي حد عايز الكريم يوصله لحد باب البيت النهاردة هيكلم الفريق الطبي الخاص بمنتج كريم كينج بار من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. هيجيلكم النهاردة عرض هايل، أنا فضلت وراهم برضو، هما في العادة ما بيدوش عروض على فكرة، بس أنا فضلت وراهم لحد ما جبتلكم خصم 30% لأول 100 متصل. واللي عارف طبعا كريم كينج بار يعرف انه ما بينزلوش خصومات، بتطلع المنتج بيطلع بسعره الاساسي، بس علشان مشاهدين برنامج هيلثي لايف جبت لكم النهارده خصم 30% لاول 100 متصل من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هيوصل لكم طبعا المنتج لحد باب البيت، معالج قوي جدا لكل الام المفاصل، لالتهاب العظم، لخشونه الركبه، الانزلاق الغضروفي، وحتى عرق النساء. دايما بقول انه كريم كينج بار يا جماعه مش بس مسكن، خلوا بالكم في فرق ان انا اعالج مشاكل العظم عندي او اعالج مشاكل الام المفاصل عن طريق تسكين الالم، ده زي لما بيبقى عند حد مننا دور برد واعالج له مثلا الكحه. طب ما الكحه دي عرض على فكره، انا ما عالجتش البكتيريا او الفيروس الانفلونزا اللي مسبب الانفلونزا، انا بعالج العرض وده اللي مش موجود عندنا. كريم كينج بار هيعالج لك المشكله الاساسيه في العظم، مش مجرد مسكن في العظم، لان المسكنات كتيره منتشره كتيره في الماركت ومش بتعملي اي نتيجه، لكن كريم كينج بار هو مش بس مسكن، هو بيعالج مشاكل العظام. خلوا بالكم بيعالج مشاكل العظام من التهاب، من تيبس مفاصل، من كمان خشونة ركبة، انزلاق غضروفي، عرق نسا، وجع العمود الفقري من أوله لآخره عند أي حد فينا، سواء كان حد صغير، حد في مرحلة الشباب، أو حد كبار السن. خلوا بالكم كبار السن بيعانوا كتير جدا من وجع العظم، سواء كان نتيجة للسمنة أو زيادة الوزن، لو عندهم زيادة وزن مأثرة على العظم، أو النتيجة طبعا إن بيبقى فيه خشونة ركبة، بيبقى فيه انزلاق غضروفي، بيبقى فيه مشاكل في العمود الفقري بصفة عامة من قلة الحركة.
فبنقدر طبعا بكريم كينج بار نعالج. هو كورس علاجي ووقائي. حتى الناس اللي بتتفرج عليا بتبدا شويه في طقطقه في العظمه او طقطقه في الركبه، تقدر تستخدم كريم كينج بار، هيعالج تماما مشاكل الطقطقه، هيعالج تماما مشاكل وجع والام العظام. تعالوا نطلع بسرعه، نطلع تقرير ونرجع لكم بعد التقرير، هنكمل كلامنا على كريم كينج بار اللي مكسر الدنيا، اللي بيقدر يعالج التهاب المفاصل، الام العظام، وهو كورس علاجي ووقائي. ومش بس انه بيعالج الام او مسكن للعظام، لا، هو بيعالج كورس علاجي ووقائي لالام وتيبس المفاصل بصفه عامه. تعالوا نخرج تقرير ونرجع لكم بعد التقرير، ابقوا معنا. يا جماعه انا مش جايه اعمل اعلان، انا جايه اقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني انا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مره في الثانيه بدا فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبه، لاي حاجه بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وانا مش بقول كده عشان اعمل اعلان زي ما قلت لكم، لا، انا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لان انا عارفه مصداقيتي عندكم شكلها ايه. فجربوا كينج بار. كينج بار جيل جديد هيخلي عظامك حديد. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وعايزه بقى، انا كنت عماله اشوف فعاليه وجوده الكريم، هجربه معاكم دلوقتي. الكريم ده يا جماعه بيعالج كل الام المفاصل، بيعالج التهاب العظام، بيعالج تيبس المفاصل، خشونه الركبه. الناس اللي عندها يا جماعه مشاكل او تهيج في الركبه، الناس اللي عندها مشاكل في العمود الفقري بصفه عامه، سواء كان في الرقبه او العنق، سواء كان في الفقرات القطنيه، العمال الرياضيين حتى اللي عملوا حركه غلط سواء كان في الجيم او في اداء رياضه معينه، نقدر بكريم كينج بار ان احنا نعالج كل مشاكل العظام يا جماعه بشكل فعال ساحر جدا. منتج كله منتجات طبيعيه 100%، ما فيهوش اي حاجه ممكن تاثر او ليها اثار جانبيه. اي حد يقدر يستخدم منتج كينج بار. طبعا بتتصلوا من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، هيوصلكم المنتج لحد باب البيت. النهارده عاملين خصم 30% على المنتج، بس ده لاول 100 متصل بس. طيب الكريم بنستخدمه قد ايه؟ بنستخدمه 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. بيدهن على المفصل او على المكان اللي فيه عندكم مشكله فيه، سواء كان تيبس في المفاصل، سواء كان التهاب في العظم، لو الركبه فيها خشونه بندهن في منطقه الركبه، لو العنق او الرقبه نفسها فيها التواء برضو بندهن على منطقه الرقبه. الناس اللي عندها التواءات في كعب القدم برضه بندهن الكريم. خلوا بالكم الناس اللي عندها طقطقه في الركبه، اللي هو بدايه خشونه الركبه او بدايه التهاب المفاصل، بنلحقها بكريم كينج بار، بندهنها على منطقه الركبه 3 مرات في اليوم. بندهن مره الصبح، مره الظهر، ومره بالليل. خلوا بالكم انه كينج بار كورس يومي، يعني ما ينفعش ادهنه مثلا كل ما احس ان انا تعبانه او كل ما يبقى فيه وجع، لا. بندهن لو عندك التهاب في المفاصل، عندنا وجع في العظم، عندنا وجع في العمود الفقري، انزلاق غضروفي، خشونه ركبه، عرق نسا، بندهن على المكان اللي فيه الالم والمكان اللي احنا عايزين نعالجه. الكورس كورس يومي زي ما بقول لكم، 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. وطبعا اي حد عايز كريم كينج بار هيتصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. المنتج كله مواد طبيعيه 100%، مرخص من وزاره الصحه المصريه. الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه تقدروا تطلبوا منها الكريم، 30% خصم النهارده لاول 100 متصل. تعالوا نخرج فاصل ونرجع. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وحابه افكركم بارقام الفريق الطبي الخاص بكريم كينج بار، الكريم الساحر في القضاء تماما على التهاب المفاصل، على التهاب العظم بصفه عامه، وعلى طبعا خشونه الركبه، الانزلاق الغضروفي، واكيد طبعا الناس اللي عندها عرق النسا. كريم كينج بار هو منتج رائع جدا، في مجموعه كبيره من المواد الطبيعيه 100% اللي ملهاش اي اثار جانبيه على اي حد بيستخدمها، حتى الاطفال نقدر نستخدم معاهم كريم كينج بار. الاطفال طبعا عندها مشاكل في المفاصل، مشاكل في العظم، مشاكل في الركبه، بنقدر، او حتى التواءات كعب القدم لو بيلعبوا كوره وعملوا حركه غلط في اللعب يعني، فبالتالي هيحصل طبعا مشاكل او التواء في كعب القدم، التواء في العنق او في الرقبه، نقدر نستخدم كريم كينج بار بمنتهى الامان، بمنتهى الفعاليه.
فعلية حتى على الأطفال. الناس اللي عندها أمراض مزمنة يا جماعة، الضغط، السكر، القلب، الحاجات دي ملهاش أي علاقة إطلاقا بكريم كينج بار. كريم كينج بار آمن تماما على أي حد إنه يقدر يستخدمه. خلوا بالكم إنه كريم كينج بار كله مواد طبيعية 100%، مرخص أكيد من وزارة الصحة المصرية، ويا ريت يا جماعة يتعرض الترخيص تاني قدامنا على الشاشة، وده طبعا منتهى الأمان منتهى الفعلية. الكريم بنستخدمه يا جماعة 3 مرات، أهو الترخيص قدامكم طبعا على الشاشة، إنه الكريم آمن تماما يا جماعة وفعال جدا جدا مع أي حد عنده التهاب في المفاصل، آلام في العظام بصفة عامة. الكريم بنستخدمه كام مرة في اليوم؟ بنستخدمه 3 مرات في اليوم، مرة الصبح، مرة بالليل، ومرة الظهر. في نقطة بقى حابة أقول لكم بس عليها مهمة جدا، ان في بعض الناس هتاخد الكريم من اول مرة استخدام او من اول يوم استخدام، من تاني يوم الالم هيتعالج، هل ده معناه ان هما يتوقفوا عن استخدام الكريم؟ الكلام ده طبعا خاطئ جدا. الكريم هو كورس علاجي يا جماعة، انا بقول لكم هتستخدموا الكريم اي الام في المفاصل عندكم هيروح من اول استخدام، ولكن ده مش معناه اني اوقف استخدام الكريم، لازم استمر لحد ما العلبه تخلص، لحد ما الكورس يخلص. ليه؟ علشان انا دايما بقول انه كريم كينج بار ده كريم كورس علاجي يا جماعه، بعالج بيه، معنى ان انا اعالج مرض بياخد فتره طويله، بعالج الام عظام، بعالج التهاب، بعالج خشونه ركبه، لازم اخلص العلبه كامله عشان يتم العلاج بالصورة الأفضل والصورة الأمثل. معانا ليلى، ازيك يا ليلى؟ السلام عليكم. أخبارك إيه؟ عليكم، ازيك حبيبتي؟ بقول لك أنا الحمد لله، اتفضلي اتفضلي. أنا يعني مريضة صخر وضغط وبيأثر على رقبتي وعلى دراعي. طبعا طبعا مظبوط. عمرك كام سنة يا ليلى؟ عندي 48 سنة. 48 تمام. كلميني بقى الآلام العظم العظام اللي عندك في إيه؟ في منطقة إيه بالظبط؟ في منطقة المفصل الرقبة طبعا. أيوة. لما الضغط بيعلى بيخليني يا بنتي مش بقدر اقدر اعمل رقبتي، يعني على طول المفصل بتاع الرقبة وجعني. تمام تمام. ودراعي طبعا الشمال من تأثير العلب والضغط بيأثر. أيوة. عليا ما بقدرش ارفعه كويس. تمام. هل الكريم ده مناسب طبعا ليا؟ طبعا مناسب جدا. وهل هيأثر على الضغط؟ اطلاقا الكريم مناسب جدا، كريم كينج بار مناسب جدا جدا معاكي، لا يتعارض تماما يا ليلى مع مرض الضغط او السكر اللي عندك. خلي بالك من حاجه يا ليلى، الكريم هناخده النهارده، هيوصلك النهارده لحد باب البيت، هتدهنيه 3 مرات في اليوم على الرقبه وعلى الدراع، الحته اللي هي فيها مشكله عندك وفيها الم عندك. هنفضل مستمرين على الكريم يا ليلى لحد ما العلبه تخلص. خلوا بالكم ان الكريم الكورس بيختلف، في حاله ليلى هو يعني عندها مشكلة في مفصل الرقبة والدراع، هتاخده لمدة شهر هيتعالج تماما كل آلام المفاصل الرقبة والدراع، هتتعالج بعد شهر. في حالات تانية يا جماعة بنديها الكورس شهرين، في حالات تالتة بنديها الكورس 3 شهور، فعلى حسب حدة الحالة وعلى حسب اللي بيكلمني والمعلومات اللي هو. فانت يا ليلى كورس شهري كافي جدا معاكي، هندهنه على منطقة، هندهن كريم كينج بار على منطقة الرقبة ومنطقة الدراعات، هيجيب معاكي نتيجة فوق الممتازة، هتخفي بعد اول استخدام او تاني يوم استخدام، ولكن ده مش معناه يا ليلى انك توقفي استخدام المنتج، هنكمل العلبه لحد ما تخلص. كورس يومي كل يوم 3 مرات في اليوم علشان نعالج التهاب العظام، مش مجرد تسكين للالم. تمام يا ليلى؟ ليلى قفلتي؟ قفلتي؟ لا معاكي، ربنا يبارك لك يا دكتوره. حبيبتي هحولك حالا على دكاتره كريم كينج بار، هياخدوا منك العنوان ويوصلوا لك النهارده الكريم لحد باب البيت. طبعا هتاخديه بخصم كمان 30% لاول 100، لانك من اول 100 متصل معانا. عندك عندك اي سؤال تاني؟ لا، المهم يجيب نتيجه معايا يا دكتوره. طبعا هيجيب نتيجه، لان انا لفيت كتير على دكاتره وتعبت بصراحه. هيجيب نتيجه معاكي ممتازه، ودكاتره الفريق الطبي كمان الخاصه بكينج بار هيتابعوا معاكي مره كل اسبوع علشان يعرفوا النتيجه النهائيه معاكي يا ليلى. ان شاء الله. ميرسي، شكرا. شكرا لك. وعليكم السلام. طبعا بفكر حضراتكم اي حد عنده التهاب في المفاصل، اي حد عنده وجع عظم، اي حد رقبته بتوجعه، العمود الفقري بصفه عامه بتوجعه، فقرات عنقيه، صدريه، عجزيه او قطنيه، الظهر بصفه عامه عندكم مشكله فيه، ان في وجع، سواء الناس اللي قاعده كتير على المكتب او الناس الرياضيه اللي عملت حركات مثلا مش مظبوطه فبالتالي حصل مشاكل في العظم، كبار السن كمان، الناس
اللي هي عندها يعني كبار سن عندهم مشاكل في العظم، او كمان الناس اللي عندها سمنه او زياده في الوزن وده مأثر على عظمهم. الحل السحري لكل المشاكل دي هي كلمه واحده، هو كريم كينج بار. كريم كينج بار المرخص من وزاره الصحه المصريه، بندهنه على العظم الملتهب او بندهنه على المفصل اللي فيه مشكله ثلاث مرات في اليوم، مره الصبح مره الظهر ومره بالليل، هيوصلكوا لعلاج جميع الام العظام. ودايما باكد يا جماعه على كلمه علاج، هو كورس علاجي ووقائي وليس مجرد مسكن للعظام. مش معنى انه انا ادهن الكريم واحس انه خلاص انا بقيت احسن او مفيش وجع يبقى انا كده اتعالجت، لا. كريم كينج بار هيقدر يعالج، وبحط مليون خط تحت كلمه يعالج، التهاب المفاصل والتهاب العظام، هيعالج المشكله الاساسيه اللي على اساسها هنقدر ان احنا ما يبقاش في عندنا وجع في العظام وما يبقاش في عندنا مشاكل اخرى. طبعا الكريم يصلح جدا للناس اللي عندها وجع في العمود الفقري بصفه عامه، وجع في المفاصل، خشونه ركبه، كمان الناس عندها انزلاق غضروفي وعرق النساء، الكريم امن تماما لجميع الناس، رجاله ستات حتى الاطفال يقدروا يستخدموا الكريم بمنتهى الامان والفعاليه، ملوش اي اثار جانبيه، ملوش اي مشاكل ممكن تنتج من استخدامه اطلاقا، بل بالعكس الكريم غني بفيتامين اي، بيدي نضاره جدا للجلد وبيشد الجلد، كمان الكريم غني جدا بزيت الايوكاليبتس، زيت القرنفل، زيت الثايم او زيت الزعتر، الحاجات دي كلها بتقدر تكون مضاده للالتهاب لمشاكل العظام، وكمان مسكن قوي جدا لالام العظام. معانا منى، ازيك يا منى؟ الو، مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام يا منى، معاكي. بقول لك لو سمحت كنت عايزه اسال عن المنتج ده، ينفع لوالدتي؟ هي كبيره في السن شويه وعندها خشونه في الركبه من الدرجه الاولى. عمرها كام سنه يا منى؟ 65. تمام. طيب وعندها مشكله خشونه ركبه. تمام. اوكي، هي عندها زياده في الوزن يا منى؟ يعني يعتبر مش زياده في الوزن كبيره قوي، بس هي تقريبا يعني جات لها من كتر الوقفه وكده يعني. تمام. بص يا منى، طبعا كريم كينج بار مناسب تماما لوالدتك، هتدهنه على منطقه الركبه ثلاث مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. الكريم اول ما هتحس بالوجع خف من اول استخدام، من اول يوم او من ثاني يوم، مش معناه ان هي تبطل استخدامه يا منى. الكورس كورس يومي، لازم تخلص العلبه كامله، هنديها كورس ثلاث شهور، لان طبعا خشونه الركبه ده مرض بيبقى بقاله كتير معاها فبيحتاج للعلاج وقت اطول، فهتاخد كورس ثلاث شهور يا منى مع طبعا الكريم، هيديهولها الفريق الطبي، هيتابع معاها مره كل اسبوع علشان يعرفوا النتيجه طبعا النهائيه الممتازه اللي وصلت لها. هحولك حالا على الفريق الطبي يا منى الخاص بكورس كينج بار علشان تحصلي على كورس الثلاث شهور النهارده عليه خصم 30%، لانك من اول 100 متصل معانا يا منى. عندك اي سؤال تاني؟ تمام. تعالوا نطلع بقى تقرير آخر عشان يوضح إنجازات كمان كريم كينج بار. تعالوا نطلع تقرير ونرجع لكم بعد التقرير، ابقوا معانا. يا جماعة أنا مش جاية أعمل إعلان، أنا جاية أقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني أنا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وأنا مش بقول كده عشان أعمل إعلان زي ما قلت لكم، لا، أنا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لأن أنا عارفة مصداقيتي عندكم شكلها إيه. فجربوا كينج بار. كينج بار جيل جديد هيخلي عظامك حديد. كينج بار من اقوى الكريمات الموجوده دلوقتي يا جماعه في السوق، تقدر تقضي تماما على التهاب المفاصل، على الام العظام، على خشونه الركبه، على الانزلاق الغضروفي، وعلى كمان الناس اللي عندها وجع في العمود الفقري بشكل عام، كمان عرق النساء. كينج بار هو الحل رقم واحد في مستحضرات التجميل الموجوده دلوقتي في الماركت، تقدر تعالج تماما، وهو كورس علاجي ووقائي وكمان مسكن لالام العظام. النهارده عليه خصم 30% لاول 100 متصل. اتصلوا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ان شاء الله هيوصل لكم في اقرب وقت وبالخصم. كنت سعيده جدا معاكم النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، والسلام عليكم.